تحت عنوان بلبنان نهدم مسرح لنبني محرقة، كان المقرر انتقال مسرح سيتيرن بيروت من مركزه الحالي إلى مكان آخر بأواخر شهر نيسان 2020، ولكن لم يتمكنوا من الاستحصال على التراخيص اللازمة. خلينا نعرف أكثر عن سيتيرن بيروت من عمر راجح. عمر صباح الخير. أهلا، صباح النور. كيفك؟ منيح؟ ماشي الحال. زعلان؟ أكيد زعلان. زعلان أكيد زعلان، بس بتصور تعودنا كتير على المشاكل بهالبلد وتعودنا نتخطاهم، يعني رح نلاقي حلول. كيف يعني منهدم مسرح لنبني محرقة؟ هيدا تعبير استعملناه لنضوي على منطق تفكير. في منطق تفكير بيقول بدنا انفتاح، بدنا ثقافة، بدنا وعي، بدنا إلهام، بدنا الناس تلتقي، بدنا الناس تحكي مع بعضنا، بدنا نسأل أسئلة. وفي منطق تفكير بيقول بدنا نسكر مسارح، بدنا نسكر ثقافة، بدنا نعمر محارق، بدنا نعيش بين زبالة، بدنا نعيش بهوى ملوث، بدنا ناخد نسرق كل الشط اللبناني. يعني كلنا بنعرفهم، هيدا منطق، هولي منطقين تفكير. وهيدا المقاربة اللي نحن عملناها، لأنه هالقد حاسين أنه الفكرة صارت أبعد بكتير، أنه إذا سكرنا سيتيرن بيروت أو باقي سيتيرن بيروت، المشكلة هي مشكلة ثقافة بهيدا البلد. وفي نوع من الاستهتار وعدم المسؤولية من الناس اللي هن مفروض يكونوا مسؤولين ومعنيين بالدرجة الأولى يحافظوا على الثقافة بشكل عام ببيروت وبلبنان. طيب شو بالنسبة لمسرح سيتيرن بيروت؟ بأي معنى؟ عفوا، يلي كان المقرر أنه ينتقل هيدا المسرح من مركزه. المسرح ما يعني ما قدرنا نجدد. محافظ بيروت رفض يجدد على القليل لآخر السنة لننقل لمكان تاني. وهلأ نحن بمشكلة إنه مضطرين نفك، ما عنا وراق رسمية تخلينا بالمكان اللي نحن موجودين فيه. يعني ليه ما قدرتوا حصلتوا على التراخيص؟ يعني لأنه رفض يجدد الترخيص المحافظ، ومضطرين نفك المسرح. هو المسرح، بس يمكن توضح، يمكن الناس اللي عم يسمعونا، ما المسرح هو فكرة جديدة بفكرة المسارح. هو عبارة عن مبنى ستيل ستراكتشر، مبنى مؤقت حديدي بيتركب وبينفك. ما في أساسات، يعني مسرح متنقل كأن، يعني بالضبط. بس يعني منه خيمة مثل خيمة السيرك، هو مبنى حديدي ستيل حديد كبير، في عدة صالات من جوا. كنا عم نظمنا فيه مهرجان بيروت للرقص المعاصر اللي بيستضيف فرق عالمية، فرق محلية. عملنا إنتاجات لفنانين لبنانيين، قدمنا فرق موسيقية لبنانية، قدمنا مسرح. عنا كان صفوف رقص كمان لأعمار مختلفة. كنا عم نعمل ورشات تدريب، عم نستضيف فنانين ليعملوا إقامات فنية. نحن ضمن كمان شبكة فنية أوروبية، نحن الوحيدين اللي من خارج أوروبا موجودين فيها. عم نجرب كمان نخلق صورة مهمة عن بيروت، عن لبنان، عن الحركة الثقافية لهذه البلد. بين أنه نأسس لشي ثابت محلي، بنفس الوقت عنا قدرنا نبني علاقات عالمية. كمان سيتيرن بيروت أو الفرقة اللي أسس سيتيرن بيروت، اللي هي فرقة مقامات للرقص المعاصر، فرقة عم تبرم بالعالم. يعني نحن امبارح بالليل وصلنا من هولندا، قدمنا عرضين بمهرجان بوليفار فيستيفال، اسمه من المهرجانات المهمة بهولندا. عنا شهر الجاي عرض بالبولشوي، اللي كمان هو يعني يمكن أول فرقة لبنانية وعربية بتقدم عروضها بالبولشوي. فهالقد عم نشتغل، هالقد في عنا شغف نكون عم نضوي على الثقافة، عم نأسس ثقافة، عم نخلق وعي، عم نخلق
هيك محل للناس تروح تتنفس، الناس تروح تسأل أسئلة تطلع من هذا الجو اللي عايشين فيه. للأسف نرجع لهون بنلاقي وكأنه في كل الوقت تهميش، في استهتار، يمكن ما بعرف إذا عن وعي عم تصير هول الأمور أو عن جهل، نسأل كل هالأسئلة بالوقت اللي يمكن بلدية بيروت أكتر حدا ممكن يكون معني إنه يخلق مسارح ومتاحف وأماكن ثقافية بهذا البلد، بنلاقي إنه هني يمكن بمكان تاني، ويمكن بوقت تعودنا على هالأشياء بنقول لهم ما بدكم تعملوا شغلكم، ما تعملوا نحن عم نعملوا عنكم، بس اسمحوا لنا او اعطونا الفرصه. اي ما بدكم، يعني عم نعيش بهواء ملوث، في تقارير في الهواء ملوث اكثر من 70%، عم نعيش مشكله الزباله اللي ما عم يعرفوا يحلوها واللي عم بتاجروا على ظهرها، المشاكل اليوميه اللي عم بتصير، ما كمان في يعني شو بيقولوا، يعني انه لحد وين لامتى بدنا نكفي بهيدا الشيء؟ لا يعني انه وللاسف يعني للاسف انه الاشخاص المعنيين هم يكونوا المعنيين بالدرجه الاولى، واللي يمكن بتخدم الوظيفة اللي هن عم مسؤولين عنها في ذهن الناس، عم بيشتغلوا ضدها، عم يشتغلوا ضد حالهم، في شيء ما بنفهمه، يعني بحيلا مكان، بحيلا بلد، ونحن عم نسافر كتير وعم نعرض، عم نكون بمهرجانات كتير، بنشوف كيف البلديات والدولة والوزارات تتعاطى مع المهرجانات، تتعاطى مع شيء بيشبه كتاب بيروت. اللي هو بصراحة يعني صعب نقول هذا الشيء، يمكن لازم غيرنا يقوله، بس هو فكرة منا موجودة بكل العالم، فكرة كتير جديدة بالتعاطي مع المسارح، خاصة المسارح اللي لها علاقة بالعروض الرأس. طيب عمر، بس عندي سؤال، يعني ليش أنتم مركزين على بيروت؟ ليش ما بتنتقلوا إلى مناطق تانية، إلى أماكن أخرى يمكن تفسح لكم المجال وتعطيكم الفرصة وتدعمكم أكثر؟ نحن جاهزين، إذا في بلديات تانية موجودة بلبنان عندها هذا التوجه، نحن جاهزين أكيد. بيروت رح تنطروا لهن يوجهوا لكم الدعوه، ولا انتم رح تقصدوا؟ لا هلا نحن عمليا نشتغل برا بيروت، يعني نحن اشتغلنا وبعدنا عم نشتغل بدار القمر ببعقلية، عملنا عروض بطرابلس بصيدا، بس المكان المقر الاساسي في عندنا كان مقر بدار القمر، مع المركز الثقافي الفرنسي كنا عم نعمل صفوف رأس، عم نعمل نشاطات، عملنا مهرجان، بس نحن يعني العايشين ببيروت، السكن ببيروت، وكمان يعني بعد كمان الحركة الثقافية الكبيرة عم تصير ببيروت، فالزخم المهرجان اللي بنعمله من اليوم هو موجود ببيروت. أكيد أكيد لازم يكون في أعمال ثقافية عم تصير برات العاصمة، بس كمان في أمور إلى علاقة باليوميات، يعني نحن مثل ما قلت ساكنين ببيروت، الشغل اللي عم نعمله ببيروت، المسرح الموجود ببيروت، وهو قادر يتنقل بطبيعة الحال. بس المشكلة اللي صارت إنه هيدا أخذ جهد وتعب ومعجزة بصراحة إنه قدرنا نعمل هيك مكان، فمنلاقي بدل ما البلدية أو وزارة الثقافة أو الدولة بشكل عام تحتضن هيك محل، إذا كان في خطأ أو مقاربة منا واضحة لأمور إلى علاقة بالرخص، إلى علاقة بالبناء، مش هيك بيتعاملوا مع الأمور، بيتعاملوا أنا بفهمها إنه المقاربة تبعهم لازم تكون هي كيف ممكن نلاقي حلول ليبقى هذا المكان بالطرق السليمة، بالطرق القانونية اللي نحن بدنا إياها، بس ما بيكون بالتهميش والإقصاء، يعني في طريقة تعامل، في طريقة تعاطي غريبة الشكل، ما بتنفهم،
ويمكن نحن لأنه ما كتير يعني بنعمل شغلنا ما بنحتاج به الأمور عم بنصدم على هالشغلات اللي عم تصير مع أنه عايشين بهالبلد وبنعرف شو عم بيصير. بس كمان في أمور أكيد لأنه بيختلف التعاطي يعني معكم بين يعني كتعاطي يعني برات لبنان كيف يتعاطوا معكم بلبنان كيف يتعاطوا معكم، مش هيك عم بتلاحظ أنت هذا الفرق الكبير؟ هلا طبيعي يعني ما عم نحكي عن نحن وغيرنا يعني نحن عم نبرم مثل ما قلت لك العرض اللي عم نبرم فيه نحن كنا افتتحناه بروما من أهم بمهرجان اسمه روما أوروبا من أهم المهرجانات من أول أربع مهرجانات بأوروبا. عرضنا ببولند، رحنا على نورنبرغ، هامبورغ، عنا برمي مثل ما قلت بالبولشوي، كنا بأمستردام من شهر، كنا بأسنس فيستيفال اللي هو مهرجان كتير كبير سامر فيستيفال بيشبه بيت الدين وبعلبك، عنا برمي يعني بفرنسا كمان عنا عروض نوفمبر حنرجع أولادة على بيتريخ. سنة الجاي عنا برمي يعني انه منبرم من سفر الشغل تبعنا اللي ماشي يعني الشغل ماشي لا ماشي بمعنى بالاخر عم نعمل عروض عم نجرب نعكس كمان صورة ثقافية وحضارية عن هذا البلد اللي نحن جايين منه. اذا الناس بتفوت على الصفحة على الفيسبوك عمر راجح مقامات نحن حطينا بوست لفيديو من العرض اللي قدمناه من يومين بهولندا، بتشوف ردة فعل الناس يعني على يومين بيخلص العرض بتوقف الصالة كلها سوا 600 شخص عم بزقفوا ضلهم عم بزقفوا 5-6 دقايق. طيب ما هولي شغلات مهمة، هولي شغلات بدنا إياها كلنا نحن والناس ببيروت، وبتصور يعني الدولة اللبنانية ببيروت بدها يكون عم بيصير هيدا الشيء، هيدي الصورة اللي عم تنعكس عن لبنان برا مثل ما قلت نحن وغيرنا مش نحن الوحيدين اللي عم نعمل هيدا الشيء. نرجع لهون بيقطعوا عنا الهوى انه شو بدنا بكل بهيدي الظروف اللي يمكن اكثر اوقات بنحتاج فيها للثقافة للهدوء للوعي للرواء للصورة اللي ممكن تنعكس عن لبنان برا للناس اللي نحن كمان يعني في شيء كتير أساسي إنه المهرجان اللي بننظمه بنيسان إجا عليه السنة وكل سنة بيصير يعني السنة إجا عليه أكثر من 50 مدير مهرجان من كل العالم واللي انخلق كمان وهذا اللي بنساعد فيه الفنانين اللبنانيين هول المدراء المهرجانات اللي إجوا وحضروا عروض وتفاعلوا مع فنانين لبنانيين عزموا هذه العروض لعندهم يعني انخلق في حالة انخلقت من وراء المهرجان اللي بنعرفه لا فنانين تانيين بيروحوا بيعرضوا بيقدموا عروضهم بنقدم لهم انتاجات بتقدم لهم أماكن ليخلقوا هالعرض ويشتغلوا عليه يتمرنوا فيه. هولي شغلات أساسية مهمة يعني هولي بشكل هيك تلقائي لازم الدولة تحتضنهم وتدعمهم. ما عم نطلب منهم دعم مادي ما عم نحكي كل هيدا الحكي لنجي نقولهم اعطونا مصاري. نعم اللي عم نطلبه هو وعي ودعم معنوي ويفكروا كيف ممكن تستمر الثقافة بلبنان وبيروت كل المناطق اللبنانية بطبيعة الحال. عمر عندك خوف على مستقبل سيترن بيروت؟ عندي إصرار وعندي ثقة بالشغل اللي عم نعمله، عندي ثقة بالناس اللي عم تحس إنه في خطر كتير كبير على الثقافة عم بيصير وعم نشوفه. كرمال هيك ما عندي خوف بمعنى الخوف لأنه عندي قلق يمكن قلق بيقولوا ثقة قلق عم قول ممكن قلق هلا نحن بوضع كتير خطر أكيد لأنه نحن يمكن ما بحب أحكي بهي الطريقة بس نحن في أكيد في علينا ديون هذا مشروع كتير كبير ونحط ولنرجع نشيل هذا المسرح ونحطه برات البلان اللي كانت معمولة هي كانت معمولة بلان لنقدر نأمن نفك المسرح ونحطه بمحل تاني نقدر نكون سكرنا
الانفستمنت اللي انعملت، الديون اللي انحطت، المساري والجهد، بعدين في كوميتمنت، في التزامات مع فنانين، مع فرق، انه لننقله على محل تاني. فهذا نحن بوضع خطر، بس عندي ثقه انه رح نلاقي حلول وعم نشتغل على الحلول. ويمكن اليوم دوينا كثير اعلاميا ورح نكفي بهذا الشيء، بس بنفس الوقت الاهم هو نشتغل بشغلات عمليه على الارض. واللي انا بامن اكثر بهذا الشيء، طبعا الاعلام مهم، بشكركم وبشكر كل الجرايد والتلفزيونات اللي عم بيضووا على هذا الشيء، وبدنا نضوي اكثر بكثير، ولازم يكون يعني الاعلام كمان عم يدعمنا ومضبوط معنا، نتمنى عليهم اكيد. بس الاهم انه كمان نفكر عمليا على الارض، نحن وغيرنا كيف ممكن نتخطى هذه المرحله اللي هي مش بس لها علاقه بستان بيروت. يمكن في مرحله لازم نفكر كيف ممكن نخلق صيغه لنحمي الثقافه، لنخلق ثقه، لنامن استمراريه للثقافه بهذا البلد. فهيدا التفكير، هيدا الهم الكبير، هو كيف ممكن نخلق قطر، كيف ممكن نخلق تجمعات، شبكات لنحمي الثقافه بشكل عام بلبنان. وهذا اللي بهمني انا اشتغل عليه، وهذا اللي عم فكر فيه. ان شاء الله كلامك يوصل عمر، لانه بنرحب بكل مساعده، بكل نصيحه، بكل فكره حدا عنده اياها وممكن يبادر. نحن كوسيله اعلاميه نحن مستعدين نوقف حدكم. نتمنى أكيد الاستمرارية لستيرن بيروت ولهذا الفن الراقي الحلو اللي عم نشوفه بمختلف أنحاء العالم، بتمنى يضل موجود بلبنان ويتنقل بكافة المناطق اللبنانية. سعيدة أن تحدثت معك عمر راجح، بشكرك كتير. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. شكرا.